بالقي مقام، شنو كانت ردة فعله؟ الصوت كان مو واضح، شنو كانت ردة فعله وشنو جاوبك؟ السيد القائم مقام طبعا انا اتصلت على تليفونه، نعم، وكان مغلق. زين، اتصلت على احد الاشخاص اللي كانوا متواجدين هناك، فوصل التليفون وحكى وياي، قلت له استاذ بكر انه الموضوع ترى بهذه الطريقه، وراح تجيكم هيك كتب وهاي الكتب بها صادر، اعطونا مجال الباكر، اعطونا مجال الباكر، بعد باكر تدري اجراءات بين مجلس النواب وبين الوزاره وبين الوزارات المعنيه اللي هي وزاره الثقافه ووزاره الاسكان والاعمار. فقال له انه انا ما اقدر ابو البلديه طالع وياي ولازم اني اخذ اجراء. قلت له انطونا ابو البلديه، راح واحد من الواقفين انطى التليفون لابو البلديه. ابو البلديه حكيت وياه، وحتى ايضا قلت له انه ترى السيد رئيس مجلس النواب حاليا موجود وتدخل بالموضوع مباشر، واكو حل سليم اللي يخرجك انت والناس بطريقه سليمه، انتظرونا الى باكر، بعد باكر لا تبلش، اذا بلشت بيتين كافي لهنا توقف، الكتب هاي موجوده، رجاء لا تاذون الناس، الناس ترى بوين، الناس بويل، هذول كلهم ولدنا، كلهم اهالينا. جاوبني نفس الاجابه، قال ابو النزاهه يضغط علي واني ما اقدر، لازم اتخذ اجراء. ابو النزاهه شو عليه؟ زين، اني هنا السؤال، شنو علاقه ابو النزاهه بالموضوع؟ النزاهه جهه، شنو عمليه فساد فلوس هي؟ من يختلس من يتداول بالرشوه، من ياخذ رشوه. طيب شنو شغل النزاهه؟ انا منها ايضا اناشد رئيس هيئه النزاهه والساده القضاة المختصين بالنزاهه، شنو واجبهم النزاهه ان يطلعون يفلشون؟ ليش؟ يعني هل من المعقول لو كان الضغط من جهات سياسيه بحجه النزاهه ان يطلع مدير البلديه وقائم مقام ان يفلشون بيوت الناس؟